راسي خالص. قولي لي يا حبيبتي. انت هتقابل حسون الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسون ضروري عنده محاضرة. لأن حسون لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق. يا ريت. هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. أبوتك أبو كشنا. هوب. قول اتكلم. أنا اتكلم يا حسون. اصل في حاجة حلوة عاوز اقولها لك. قول ايه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حنية. يا سيد يا بدوي، انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا انام ولا ذاكر ولا اعمل اي حاجة. تتكلم جد؟ والله، وحصلت السنة دي ان شاء الله، وادي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش اهي. ومن ايه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انت. جمالك مسح بنات الجامعه باستيكه. والاستيكه اهي. حبك كلبش في قلبي زي القراده. ايوه بالظبط زي القراده. والقراده اهي. والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العين. مرة جاية انت تبوسها بقى. ازاي؟ زي بتوع السيما. زي السيما كده. خد عليك كده. تقعد. خليك واقف بقى. وتروح حاضنها كده. ها؟ وتروح. ايه غلط؟ انت عاوزة نصيحتي يا نوجة يا اختي؟ ايوه والنبي قولي لي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما هو دي معناها انه راجل حمش ناشف، يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي. ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو بسك كمان. طيب. شاطره يا نوجة. شاطره قوي. شاطر قوي قوي. ماسك بقى بقى. شاطر. واحدة بقى ده بتوع السيمة. هما كام بنت اللي قعدهم معاكي في الفيلا؟ ستة. إقامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله، لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي أتعرف عليه. اصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان. بالحق فكرتني، لازم اكلم مصر ضروري. انا عندي خط مباشر في المكتب. كده اهو بقى كلكم كويسين. ماشي. انا كويسة قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ميرسي. لما اراد العمارة ولا لسه؟ عمارة ايه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسه يا بنتي، مش عاوزه حاجه. المواصلات تعباني قوي يا مامي. لو ممكن من فضلك تبعتولي العربيه الزيتوني. زيتون ايه يا بنتي؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتي لها شويه. حاضر، هبعتلك صفيحه. لا بلاش السواق، انا هسوق الصفيحه بنفسي. العربيه. ميرسي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفه ان عندك سكرتيره حلوه بالشكل ده.
مش احلى منك يا بيسا. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي. مش قادر بقى يا بيسا. مش قادر. تسأليش عن الساعة أبدا لما تكوني معايا. كفاية الأيام اللي ضاعت مننا. الساعة 11 دي سندريلا؟ اه. ده حتى سندريلا كانت بتروح الساعة 12. بيزا هتوحشيني. صحيح؟ قوي. هشوفك بكرة؟ لا الليلة. ازاي؟ هجيلك الفيلا. انت مش بتقولي عمك مسافر؟ والبنات بعد ما يناموا. ما هو بس عمي موقف حرس الا هيتعرض لي هقتله. طيب مساء الخير يا عم علوان. مساء النور. خلي بالك من الفار. خديني جنبك بقى نفكر سوا. أما الحب ده لذيذ بشكل يلا. احنا ما كناش عايشين يا جدع. ليه ندو؟ يا جدع انت اطلع من نافوخي بلدك.
قتل ضرب يا جدعان. يا خرابي كان هيموت في ايدي فتيس. مسكته الفار. يا نفوخي، هما ضربوني بايه؟ مش قلت لك بلاش.